حيث توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بكأس خادم الحرمين الشريفين للفروسية للإنتاج المحلي ومفتوح الدراجات عقب فوز الجوادين الباذيلي ودوفيرو بشوطي البطولة. خلونا نتابع حفل تفاصيل التتويج. أهلا وسهلا، وأنا سعيد أن أكون بينكم هذا اليوم ومتشرفا بتكليف سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لي بأن أنوب عن حفظه الله في تسليم الكأسين، وفي نفس الوقت سعدت أيضا بأني شاهدت خيال سعوديين على مستوى راقي، فأهنيهم على هذا المستوى وأشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا الدعم اللامتناهي للفروسية في هذا الميدان العريق الذي يحمل اسم المؤسس. حقيقة هذه البلاد ولله الحمد تحظى بهذه العناية وهذا الاهتمام من القيادة الحكيمة التي فعلا تجعل من الإنسان هو الأساس لكل بناء، فاستراتيجية المملكة تنطلق من هذا المنطلق. ونحن استمعنا إلى سمو ولي العهد قبل يومين في تحدثه عن استراتيجية الرياض التي تعتبر من أعلى الاستراتيجيات في العالم. ما ذكره سموه عن الرياض منعاة فخر واعتزاز لأبناء الرياض الذين يسعدون دائما بأن يكونوا خير أداة لخير وطن، فإن جميعا نرفع الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على هذه الاستراتيجية الجديدة، ونتمنى إن شاء الله أن نوفق في أن ننفذها على أعلى مستوى بإذن الله. نشاهد فعلا ميدان عالمي، كل ليلة يتحفنا بنوعية جديدة من السباقات وبتواصل مستمر مع السباقات العالمية، فبلا شك أن هذا العطاء وهذا التفوق الذي يحصل عليه هذا النادي وهذا الميدان هو بجهود واجتهاد أخي سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية الذي فعلا يؤدي دوره على أعلى مستوى ونهض بها إلى أعلى مستوياتها. باسم الجميع أشكره وأتمنى له التوفيق، ونسحفنا دائما بعطاءات جديدة وبلقاءات جديدة كلها تنم عن حسن الإدراك وحسن التنسيق والتوجه. أشكره باسم الجميع وأتمنى التوفيق لوطننا في كل المجالات. وأنا واحد منكم ونعتبر جميعا أذرع لهذا الوطن في كل مجال بإذن الله. شكرا سمو الأمير. شكرا. رياضة الخيل يعني من أروع الرياضات والفروسية بشكل عام، أتمنى يوم من الأيام أكون مشاركة كبنت سعودية في السباقات هذه وأرفع علم المملكة وأكون